افتكر واحدة من الناس اللي يهموني قوي في بلد برة، وقالت لي أنا تعبانة داخلة العناية المركزة. فقلت يا ستي عذرا انقذيني، وجاء في ذهني إني بعد يومين عندي عظة، عندي شهادة دميانة في شميم. فقعدت في الكنيسة الأثرية هنا وقلت يا شهادة دميانة أول مرة أطلبك ما تكسفنيش، خففينا الولية دي. وراح عيالي عم دميانة أول مرة أطلب ما تكسفنيش، وقعدت 3 ساعات. وبعدين قلت لا بان عليها الشهادة دميانة مش واخدة على كده، وقمت أروح للست العذراء أم نور بتاعت لبن العصفور في الكنيسة الصغيرة كده، وأنا عند الباب بتاع ست العذراء أم النور ضرب التليفون، ردت علي الموجودة في العناية المركزة وقالت لي أنا تمام يا أبونا، معانا أصحابها من الشغل، حل مشاكلك بنكوت الله اللي في داخلك، كلمة سر يا حبيبي يا صاحبي، مفيش حل لمشاكل الأرض إلا بالملكوت. وافتكر مرة واحد تعبان تاني ورا عيال صغيرين وفي كنيسة أنبا كراس، وفي صور كتير في كنيسة الأنبا كراس، أبو سيفين وبسخرون الجليني وأنبا كراس وأنبا موسى وأنبا والناس وموسى الأسود. وقعدت ألف في الكنيسة أقول انقذني يا موسى أسود، انقذني يا امي، انقذني 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 انقذني. كان لا ما تموتش ما يموتش. اول ما فتحت الباب وقلبي استريح، فتحت باب القاع عندنا تحت، اتصل بيا هو. ايضا في نهايه هذا الموضوع من الناس اللي ليهم علاقه تشرف ومعاصرين، ابونا اثناسيوس السورياني، وكان يرى ملاك الذبيحة، وأيضا صاحب القديس بتاع المكان، وواحدة من الناس في الجيزة قالت لي يا أبونا أنت راجل كبير ما أجيب لك واحد سواق، قال لها أقول لكم ما تقوليش لحد، أنا كنت جاي من الدير لغاية الجيزة، وقبل ما تروح أوصل عند الجيزة رحت لقيت ماري جرجس قاعد جنبي ماسك لي الدلوكسون بيسوق، ومن الناحية التانية بيبدو اتنين يقول لي قوم يا ابونا خلاص وصلنا الجيزة. الله 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 الله، ها هي ملكوت الله في داخلكم. كلمة في سرك تقول ملكوت الله اللي في داخلك حلل المشاكل. إذا كان عندنا كثير من المشاكل فعندنا سحابة من الشهود، وبالطريقة دي نصاحب القديسين. ده ممكن اروح في الليل قبل ما انام واقول له انت يا مرمينا تاخذ المشكله الفلانيه، وانت يا مري جرجس حل المشكله الفلانيه. ليس لنا يا رب الا اسمك القدوس، ولا نملك يا رب ان نحل اي مشكله الا بملكوت الله اللي في داخلنا. الهنا المجد دائما ابديا امين.